البامبو أو الخيزران أو شجرة الحظ كما يطلق عليها البعض، ما هي إلا نوع من الأشجار يعيش في الماء والتي تنمو في الغالب في المناطق الاستوائية وفي معظم بلدان العالم عدا دول أوروبا والمناطق القطبية. وتعتبر نبتة البامبو من أكثر النباتات سرعة في النمو، ولشجرة البامبو حوالي 5000 نوع، ويصل معظمها إلى ارتفاعات عالية، وتكون ساق شجرة البامبو جوفاء، وكما يوجد عليه ما يسمى بمفاصل أو العقد. والعناية بنبات البامبو ليست بالمهمة الصعبة، ولكن هنالك عدة أمور يجب مراعاتها عند اقتناء نبات البامبو. ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها بالنسبة للعناية بنبات البامبو هو كمية الشمس أو الإضاءة التي يجب أن تحصل عليها، فنبات البامبو لا يجب أن يتعرض لضوء الشمس المباشر، بل يجب أن ينمو في أماكن الظل، ولذلك لا يجب تركه تحت أشعة الشمس. أما بالنسبة للماء الذي يحتاجه البامبو، فإن الماء الذي يوضع به يجب أن لا يحتوي على مادة الكلور أو على مادة الفلور، ويجب أن يتم تغيير الماء الذي يوضع به البامبو كل 3 أيام أو كل 7 أيام، ولا يحتاج نبات البامبو للسماد. أما بالنسبة للوعاء الذي يتم وضع البامبو فيه، فيجب تنظيفه بين الحين والآخر، ولكن لا يجب استخدام المنظفات أو الصابون في ذلك. يفضل عدم وضع البامبو في وعاء زجاجي إلا إذا احتوى الوعاء على بعض الحصات لحماية ساق البامبو وجذورها، إذ إن وجود الضوء يحفز نمو بعض الكائنات الدقيقة في الوعاء الزجاجي، وبالتالي قد يتضرر البامبو. ويمكنك أيضا وضع البامبو في وعاء خزفي عوضا عن الوعاء الزجاجي. للبامبو استخدامات متعددة ومتنوعة، فساقه تستخدم في الصيد، ويدخل أيضا في صناعة الأساس والورق، ويستخدم في صناعة البيوت، وكما يستخدم في صناعة آلة موسيقية شبيهة بالناي، ويستخدم البامبو في صناعة بعض الأدوات المنزلية، ويدخل البامبو في طعام الإنسان والحيوان، فهو يستخدم في صنع الحساء، ويدخل مع مكونات أطباق أخرى مع الجمبري ومع الفطر وغيرها.